إخوة الحاضرين، مرحبا بكم في الجزء الثاني من الندوة الصحفية ما قبل المباراة المرتقبة بين نادي الرجاء الرياضي ورفاق الرياضي الصيفي برصد الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لعصبة الأبطال الإفريقية. حاضر معي السيد المدرب رضا بدريس واللاعب القروي هشام. مرحبا بكم إخوة. مرحبا. كما العادة السيد المدرب غادي يقربنا من الأجواء واستعدادات المقابلة للغد. قبل أن نمر إلى أسئلة الإخوة الحاضرين، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم، تحية طيبة للجميع، رمضان مبارك. فيما خط الاستعدادات نقول بلي المقابلة استعدادات كانت عادية، مقابلة أخوية بين تجمع بين فريقين كبيرين في الوطن العربي والصعيد الإفريقي. نقول بلي ظروف المقابلة يعني ظروف جد حسنة، الفريقان بعيدا عن الضغط بما أنهم يعني لحد الآن ضمن التأهل. نتمنى إن شاء الله تكون المقابلة في المستوى، نتمنى إن شاء الله نقدموا نسوج كروية يعني نمتعوا بها الجمهور في الليلة هذه رمضانية إن شاء الله. الهدف واضح، مباراة ضمن رغم أنه يعني ما فيش ضغط كبير، ضغط او حسابات التاهل، الا ان ملزمين يعني الفريقان عندهم هدف واحد هو الفوز بالمباراه وتصدر المجموعه هذه ربما السادسه. اولا الحمد لله على تاهل الفريقين. نظن لحد الان المباراه ان شاء الله رايحه تجري كما قلنا بدون ضغط لان الفريقان متاهلان. النقطه الثانيه ما فيش حسابات كبيره يعني بعد حسابات النتيجه او اهداف زايده. نظن باللي الهدف واضح للفريقين هو الفوز بالمباراه وتصدر المجموعه. احنا جينا للمغرب هنا لهدف واحد هو ان شاء الله الفوز وتاهل متصدرين لتفادي يعني خاصه القرعه اللي راح توضع لاصحاب المرتبه الاولى مع اصحاب المرتبه الثانيه. ثانيا لتفادي لعب مباراة الذهاب في الدور القادم، يعني لتفادي لعب المباراة خارج ميدانك. نظن هذه الأهداف تاعنا من وجودنا هنا إن شاء الله في المقابلة هذه. الأجواء يعني الأجواء متعودين، احنا متعودين على الأمور هذه. نظن باللي المباراة إن شاء الله راح تكون أخوية، إن شاء الله راح تكون إن شاء الله نشوفوا نسوج كروية ونتمتعوا الجمهور اللي يكون حاضر في هذه السهرة الرمضانية إن شاء الله. والله كنت اريد ان انوه لهذا الشيء هذا. نظن باللي الحمد لله اداره ومسيرين الرجاء البيضاوي يعني كانوا في المستوى، نوه بالاستقبال الجيد وحفاوه الاستقبال اللي كانت من المطار حتى في الفندق او في الملعب. نظن هذا ما يدل على انه على صله الاخوه اللي صاريه بين الشعبين. نشكرهم كثير يعني وعلى حفاوه الاستقبال ويعطيهم صحه. فيما يخص التعداد، وفاق سطيف حاضر ب 23 لاعب في غياب ثلاث لاعبين، نقولوا لاعبين ركائز في الفريق تاعنا اللي هما عبد المؤمن جابو، وعندنا العريبي قلب دفاع، وعندنا اللاعب المغترب تاعنا اللاعب الليبي بودبوس. فيه ثلاث غيابات اللي عندنا في التشكيله تاعنا، لكن الحمد لله التعداد تاعنا كل لاعبين جاهزين اخر باش يعوضوا زملائهم احسن تعويض ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاجه الاولى رمضانكم مبروك ان شاء الله. بالنسبه للسؤال تاع الاخت، حتى وفاق سطيف متعود باش يلعب في ملعب وعنده جمهور كبير. احنا باش تكون سهره رمضانيه يكون مباراه كما نقول لك تكون جميله اونتر لي دو كلوب لي دي غران كلوب في لافريك، اونتر الرجاء ولونتون دو سيتيف. احنا متعودين نلعبوا في الكوفيد تو لي بوتيت كان دي بي لي ما يلعبوش بالبوبليك، مي لا ماجوريتي دي زاني اللي لعبناهم عندنا بيبليك كيما ما نقولوش كيما الرجاء ولا كيما الواك ولا، مي حتى حنا عندنا بيبليك اللي كبير ومتعودين نلعبوا فيه.
إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تي في وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد وزيارة موقعنا www.masinktv.ma.